عسلمة يا جماعة، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد يحكي علينا على التويز، واللي هو موضوع عمره ما تحكي عليه الجملة في اليوتيوب. انت بتكتب ليه يا عم انت؟ بيكذب. ده بيكذب؟ نبداو مع مرته كي تلبس حاجة جديدة وتجيبش توريها له. نبداو مع الفرنساوي كي يشوف مرته لابسة حاجة جديدة باش يقولك او شيري مانيفيك دي خافيسونت. اللبني لك تعبرني بتجنني حياتي. نشوفو التونسي كيفاه. شيري عجبتك الروبة؟ شنو هذا؟ تخرجي هكا ما تسمك في صوص صبا؟ في العرق الامريكاني تجيب شي حس يقولك كام داون مان الفرنسا كلمة توا مسيو سي با بوسيبل بوتان. هاو التونسي شنو يقول؟ اسمع صاحبي، اسمع تصب لكم بكرا. كيسك الامريكاني يقول صاحبو هكا كل تربي او ام درانك تيك مي تو ماي هاوس بليز. الفرنساوي كيف يقولو او شوي بوغي ابني مو ما ميزون بوتان. تونسي يبدا شارب زوز كوديا وخمسة بيرة وهاوش يقول لصاحبو يا ديجا خل نروح بك للدار عليه هكا. دي سيب يودي مش نيبالو. في الانترتيان تاع الخدمة الامريكان يقول اللي جاي يحب يخدم tell me about your skills please. الفرنساوي quels sont vos diplômes putain. في تونس هاو كيفاش يصير الانترتيان؟ يا سي رفيق بلي صبيت توصي للخدمة شعمت لي فيه. طب بس شيخ انت ايه ومعنا في الحصر ايه ايه مبروك عليك وبارك الله فيك. حصلوا يا جماعة كل حاجة هذوما صاروا لك ولا حتى صاروا قدامك. بارتاجي الفيديو وما تنساش اللايك والسبسكرايب. يلا بيس. متأكد انا متأكد يا دعسة سكايك خرجت نصيد والمدام طلعت تمتدي ملا لا قحو سيد مسيب والمدام طلعت تمتدي.